السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هبدا اشرح الديزاين اوف تنشن ممبر. احنا خدنا اخر سيكشن ازاي نحسب الاحمال وازاي نبدا نحسب احمال الديد واللايف والويند لود. بعد كده الاحمال دي بترتكز على التراس، وقلنا التراس ما فيهوش مومنت وبالتالي الاحمال دي موجوده على الجوينت. بالتالي هبدا اصمم كل ممبر، اشوف القوه اللي موجوده عليه ونوع القوه. احنا عندنا 3 كيسز. الكيس الأولانية يكون الممبر عليه تنشن، الكيس التانية تكون نوع القوة نفسها كومبريشن، الكيس التاني التالتة بيكون زيرو ممبر اللي هو إن الممبر معلوش أي قوة لا تنشن ولا كومبريشن. مبدئيا لو جينا نبص على الرسمة اللي قدامنا كده، دايما هتلاقي إن اللور كورد أوف تراس بيكون عليه تنشن، والأبر كورد غالبا هيكون عليه كومبريشن. بالنسبة للدياجونالز أو الأضلاع المايلة، بنتخيل شكل المومنت اللي موجود على التراس اكنه سيمبل بيم. هشوف والله هل الممبر ده الدياجونال ده مايل في نفس اتجاه المماس للمومنت، يعني ده المماس للمومنت اللي هو التانجنت. لو لقيت الممبر في نفس اتجاهه يبقى ده عليه تنشن، لو لقيته عكس الاتجاه يبقى عليه كومبريشن. ده بالنسبه للستراكشر، لكن انت في الامتحان الدكتور هيحدد لك ويقول لك هل نوع القوه دي تنشن او كومبريشن. يعني انت في الامتحان اللي يهمك الاشاره، لو لقيت الاشاره موجب يبقى ده تنشن، يعني معناه ان الدكتور بيقول لك صمم الممبر ده اكنه تنشن، ولو لقيت الاشاره سالبه يبقى اكنه بيقول لك صمم الممبر ده اكنه كومبريشن. لكن انت بس كستراكشر تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. قبل ما ابدا في التصميم لازم اعرف حاجه مهمه جدا، السكشن used in design، يعني ايه هي انواع القطاعات المستخدمه في التصميم بتاعي. مبدئيا كده انت اللي هتفرض القطاع، يعني الدكتور مجرد هيحدد لك الممبر سواء lower cord او upper cord او diagonal او vertical، وبعد كده انت تحدد والله انا هستخدم دبل انجل، والله هستخدم vertical angle سنجل انجل، يبقى على اي اساس هتحدد. مبدئيا عندنا ثلاث انواع من القطاعات، قطاع دبل انجل باك تو باك، وقطاع سنجل انجل، وقطاع ستار شيب. في اللور كورد اي ممبر في اللور كورد او اي ممبر في الابر كورد بستخدم دبل انجل لازم، يعني ما ينفعش الدكتور يطلب منك تصميم حاجه في اللور كورد وتقول له انا هستخدم سنجل انجل، لا، في حاله الابر كورد او اللور كورد لازم استخدم مين؟ دبل انجل. اما في حاله الدياجونالز والفيرتيكال، يعني اي ممبر فيرتيكال بالشكل ده او دياجونال، بستخدم حاجه اسمها ايه؟ سنجل انجل، اللي هو انجل او زاويه واحده. طيب امتى بستخدم الستار شيب؟ دي في حاله خاصه لو انا عندي ممبر فيرتيكال، يعني لازم يكون فيرتيكال اللي هو الراس اللي بالشكل ده، وعنده لونج بريسنج. يبقى انا دايما في اماكن اللونج بريسنج الممبر ده بس بعمله ايه؟ ستار شيب. واحيانا لو الممبر بتاع الفيرتيكال ده طويل اكبر من 4 متر ممكن اقلبه برده ايه؟ ستار شيب. يبقى لازم تعرف بدايه قبل ما تصمم خالص ايه هي انواع القطاعات اللي انت هتستخدمها في التراس، وتعرف كل قطاع تستخدمه ازاي. يعني انت في الامتحان محدش هيقول لك القطاع، انت اللي هتحدد. الدكتور مجرد ان هو هيجيب لك يقول لك والله صمم لي الدياجونال ده، فانت تلقائي عارف ان الدياجونال بيبقى سنجل انجل، بتبدا في خطوات التصميم. تاني حاجة محتاج تعرفها التايب اوف كونكشن، الكونكشن او الاتصال بين الممبر والجاست بليت او البليت بتاعك. بيكون عندنا نوعين، حاجة اسمها ويلدد اللي هو اللحام، يعني انا هستخدم اللحام في طريقة الاتصال لما اوصل مثلا انجل بالشكل ده مع البليت بتاعي هستخدم مكنة لحام، وحاجة اسمها بولتد يبقى انا عندي لحام ومسامير. المسامير ان انا مش هستخدم مكنه لحام خالص، بالعكس انا هعمل ثقب هنا عشان اركب فيه مسمار وابدا ايه اوصل الانجل بتاعتي بالجاست بليد او انجل مع انجل. يبقى لازم تعرف طريقه الربط بين الانجل والجاست بليد. عندنا طريقه اسمها لحام اللي هي ويلدد، بيكون الشكل ده كده القطاع كامل، ما قللتش حاجه من مساحته، مجرد ان انا بستخدم مكنه لحام وابدا الحم الانجل بتاعتي مع البليد. فهنا المساحة كاملة، مساحة الانجل كاملة ما قلتش. اما بالنسبة لطريقة المسامير اللي هي البولتد، انا عملت ايه؟ عملت ثقب موجود في الانجل بتاعتي، وبالتالي المساحة قلت ليه؟ عشان ادخل اركب البليت مع الانجل بمسمار، فبالتالي المساحة دايما في القطاع في حالة البولتد بتكون مساحته اقل في حالة الويلدد. ليه؟ لان انا في البولتد بستخدم مسامير وبالتالي مساحة طيب نبدأ بخطوات التصميم.
هي خطوات تصميم التنشن ممبر. مبدئيا كده اول خطوه خالص انت عشان تبدا المساله بتاعتك بحاجه اسمها خطوه ايه، تشويز اوف سيكشن، يعني انا عايز اختار القطاع. طيب يعني عايز افرض قطاع يكون مناسب للحاله الموجوده عندي وابدا اعمل عليه تشيك، اشوف القطاع ده مناسب ولا مش مناسب، هيستحمل الاحمال بتاعتي ولا مش هيستحمل. طيب عشان افرض القطاع، مبدئيا لو انت بتصمم حاجه دبل انجل او ستار شيب، يعني الكلام اللي جاي ده هيمشي مع الدبل انجل والستار شيب، هعمل ايه؟ اول حاجه بجيب حاجه اسمها اف تي. مين الاف تي ده؟ ده الاجهاد الالاوبل، الالاوبل في حاله التنشن بيساوي 58% في الاف يلد. طب مين الاف يلد ده؟ ده اجهاد الخضوع بتاع الحديد. احنا عندنا في الستيل عندنا ثلاث انواع من الجريد اوف ستيل، ثلاثه عندنا، ستيل 37 وستيل 44 وستيل 52. عشان نعرف اي جريد في الدنيا بنحرفه بالاف يلد والاف التيميت زي ما خدنا في الماتيريال. عندنا في ستيل 37 الاف يلد بتاعته ب2.4 والاف التيميت بتاعته ب3.6، وده بنسبه 90% بنشتغل فيه بيه بالمنهج بتاعنا. يبقى انت دلوقتي عايز تحسب الاف اللوبل في حاله التنشن، قال لك والله الاف اللوبل في حاله التنشن بيساوي 58%، والرقم ده تحفظه، في الاف يلد. طيب انا هستخدم مين؟ ستيل 37، يبقى الاف يلد بتاعي كام؟ 2.4 طن على السنتيمتر المربع. لو ضربت 58% في 2.4 يطلع لك كام؟ دايما الاف تي ده هيكون ب1.4 طن على السنتيمتر المربع. طيب انا دلوقتي عايز ابدا افرض القطاع، هفرض القطاع من المساحه، عايز احسب مساحه الانجل. هبص احنا دلوقتي خدنا نوعين من الكونكشن، في حاجه اسمها ولدد كونكشن وحاجه اسمها بولتد كونكشن، لسه قايلين عليها قبل من شويه. في حاله الولدد كونكشن المساحه عندي بتبقى كامله، يعني انا بلحم الانجل مع البليد، هل عملت اي خرام او عملت اي ثقب في الانجل؟ لا، فبالتالي المساحه بتبقى كامله. فهاجي اقول له والله الاريا جروس، يعني الاريا بتاعه الانجل بتاعتي اللي هم الدبل انجل دول، بتساوي الفورس، الفورس اللي هي القوه، وطبعا دي هتبقى جيفن في الامتحان وتبقى بالطن، هقسمها على مين؟ على الاف تي. وعرفنا الاف تي اللي هو الاف اللوب اللي هو هتعوض على طول بكام؟ 1.4 طن على السنتيمتر سكوير. امتى الرقم ده بيتغير؟ لو الجريد اتغيرت، يعني لو في الامتحان الدكتور قال لك ستيل 44 تاخد كام؟ هتاخد الاف يلد ب2.8 وتضرب 58% في 2.8، لكن بنسبة 90% مش هتتغير، هيكون معاك على طول ثابت الرقم كام؟ 1.4. طيب يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقول اريا جروس بيساوي الفرص اللي هي هتبقى معطاه في المساله، اقسمها على الاف تي اللي هو ب1.4، هيطلع لي المساحه بمين؟ بالسنتي متر مربع. ليه طلع بالسنتي متر مربع؟ لان انت معوض بالقوه بالطن، والاف تي عندك وحدته طن على السنتي متر سكوير. يبقى دلوقتي انت عارف ان المساحه اللي طالعه دي مساحه اتنين انجل اللي انت بتصممهم سواء دبل انجل او ستار شيب، والمساحه بتبقى كامله ما حصلش فيها اي تخفيض. طيب في حاله البولدد كونكشن، البولتد كونكشن ده اللي هي وصله المسامير، انت يعني ايه وصله مسامير؟ يعني انت لازم تعمل ثقب في الانجل عشان تركب فيها مسامير، بالتالي المساحه قلت شويه، وبالتالي احنا محتاجين نعمل تخفيض. يعني ايه تخفيض؟ يعني بدل ما اخد المساحه كامله مش هيعمل، لان عملت انا فيها ثقب بس انا مش عارف الثقب ده كام، يعني مساحته قد ايه او بالظبط كام، فهعمل تخفيض بنسبه 15%، وبالتالي هقول الاريا جروس في حاله البولتد كونكشن بتساوي الفورس بالطن على 85% في اف تي. الاف تي عرفنا ان هو بكام؟ ب1.4، وطلع الاريا من هنا. طب مين اللي هيحدد لك في الامتحان؟ مين اللي هيقول لك ان دي ولدت او بولتد؟ الدكتور في الامتحان. ما الدكتور هيقول لك والله الوصله دي ولدت، والله الوصله دي بولتد، بالتالي انت هتشوف هتعمل تخفيض ولا مش هتعمل تخفيض. طيب تاخد بالك من حاجه ثانيه مهمه جدا، في حاجه احنا درسنا في السكشن الاحمال حاجه اسمها كيس ايه وكيس بي، عرفنا ازاي بنحدد الكيس ايه وازاي بنحدد الكيس بي. برضو في الدكتور في الامتحان هيقول لك والله ان الممبر ده هنصممه من كيس ايه او من كيس بي. لو قال لك من كيس بي لازم تضرب الاف تي ده في كام؟ 1.2، يبقى انت بضرب الاف تي في 1.2 لو هو كيس بي فقط. يعني في الامتحان هيدي لك القوه ويدي لك يقول لك والله القوه دي جايه من كيس ايه او كيس بي، لو لقينا كيس بي نضرب في كام؟ 1.2. يعني هاجي هنا في الاف تي واضرب في 1.2 او هنا واضرب في 1.2. يبقى الكلام ده وانا بختار القطاع في حاله مين؟ الدبل انجل، دبل انجل او الستار شيب.
طيب لو انا جاي لي سنجل انجل، يعني احنا دلوقتي عندنا حالتين، حاله الدبل انجل والستار شيب، دي حاله لوحدها وعرفناها في السلايد اللي قبل ده. الحاله الثانيه لو انا عندي سنجل انجل، ازاي هبدا اصمم السنجل انجل؟ عايز اطلع مساحه. قلنا هنطلع مساحه ازاي؟ هقول والله اريا جروس للسنجل انجل، طبعا لازم احدد الوصله، هل الوصله بتاعتي دي بولتد ولا ويلدد؟ هفترض ان الوصله بتاعتي بولتد، وصله مسامير. هقول والله بتساوي الفورس على 65% في اف تي، الرقم ده تحفظه 65%، يعني اكني عامل تخفيضين، تخفيض عشان هي بولتد مسامير، والتخفيض التاني عشان هي سنجل انجل. يبقى في السنجل انجل بعمل، لو هي بولتد بعمل تخفيضين. طب لو هي ويلدد، هقول والله ويلدد يعني الحام طبعا، المساحه كامله، مش هعمل تخفيض مساحه، هقول الاريا جروس بيساوي الفورس على 85% في اف تي. يبقى عرفنا الفرق، عندنا حالتين، حاله زي اللي قبل دي اللي هي لو كانت دبل انجل وستار شيب، في الحاله دي انا بعمل تخفيض في حاله البولت، يعني لو عندي وصله مسامير بعمل تخفيض قيمته كام؟ 85%. طب لو كان لحام ما بعملش اي تخفيض. تمام. طيب الحاله الثانيه اللي هي لو القطاع بتاعي سنجل انجل، ده بعمل ايه؟ والله هشوف هل هو بولتد ولا ويلدد. لو ولدت اللي هو الحام، بالتالي بعمل تخفيض واحد، التخفيض ده عشان هو بس سنجل انجل، التخفيض ده قيمته كام؟ 85%. طيب لو هو بولتد، هضرب والله في 85% علشان هي سنجل انجل، و85% تانية علشان الوصلة دي بولتد اللي هي حصل فيها ثقب او عشان اركب فيه المسامير. فهمنا القوانين دي؟ شبه انت بتفهمها الاول علشان تعرف تتعوض بيها في الامتحان على طول، وبرضه تبقى عارف الارقام بتاعتك، ومهم جدا تبقى عارف ان هو الكونكشن، الكونكشن هل هي بولتد او هي ويلدد. كل ده احنا في خطوه الاولانيه، الخطوه الاولانيه دي اللي هي خطوه فرض القطاع. يعني ايه؟ يعني انا والله بقول انا هستخدم قطاع كذا، وهبدا اجرب اشوف القطاع ده مناسب ولا محتاج اكبره شويه. القطاع ده بيكون فرض يعني قريب من الصح، يعني ممكن يبقى القطاع بتاعك سيف تمام ويبقى قريب صح، ممكن تحتاج تكبره شويه، فده فرض مبدئي. طيب بفرض القطاع ازاي؟ انا طلعت دلوقتي مساحه، طلعت مساحه، المساحه دي بتعبر عن الانجل بتاعتي. يعني مثلا لو انا سنجل انجل وطلعت المساحه بتاعتي، عندنا حاجه اسمها التيبلز، الجداول. الجداول دي بتكون قطاعات الانجل كلها بتبقى ستاندر، يعني بتبقى ثابته، يعني الانجل ليها ابعاد معينه بتبقى ثابته. بدخل بالمساحه بتاعتي الجدول واطلع ابعاد القطاع، يعني انا بدخل بالمساحه اللي انا اطلعها من المساله دي اللي هي بتكون بالسنتيمتر المربع، وابدا اخش الجدول بتاعي اقول له والله انا عايز من المساحه بقى انا عايز قطاع A في A في T. طب ايه الA في A في T ده؟ هاجي ابص على الانجل بتاعتي هلاقي ان الA اللي هو الطول ده والA الثانيه اللي هو الطول ده، لان دي ايكوال انجل، فبالتالي الزاويه دي قد الزاويه دي، والتي اللي هو السكنس، السكنس بتاعها. يبقى انا دلوقتي من المساحه قدرت اطلع قطاع، من المساحه بتاعتي قدرت اطلع قطاع. طيب تعالوا نبص على الجداول. الجداول هتجي لك طبعا في الامتحان لو انت في المترم او حاجه، والمفروض ان هي معاك عشان تبدا تحل بيها الشيت بتاعنا. مبدئيا كده الايكوال انجل، هندخل على، هنستخدم مين؟ ايكوال انجل، هيكون راسم لك القطاع بالشكل ده، واجي ابص هيجيب لك هنا الانجل اللي هي الزاويه بتاعتك، هتلاقي حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها الاس. عرفنا ان الايه ده اللي هو الطول ده او الطول ده. ليه؟ لان دي اسمها ايكوال انجل، يعني الطول ده بيساوي الطول ده. طيب هتلاقي ارقام كده عندك، الايه ده ب 30 او 35 او 40 او 45 او 50، الكلام ده اللي هو بيجي من المساحه. طيب تاني حاجه الاس، الاس ده اللي هو التي، التي بتاعتنا اللي هو السيكنس بتاع الانجل. دايما احنا بنشتغل، تاخد بالك، بنشتغل على اول رقم، يعني هنا 30 اخد 3 بس اللي هي اول واحده، تلاقي عندك 3 و4 و5، لا احنا بنشتغل على مين؟ على اول رقم بس. طب 35 بنشتغل على اول رقم بس اللي هو 3، طب ال 40 بنشتغل على اول رقم بس ال 4. يبقى لما اجي اقول لك طلع لي قطاع من الجدول، هيكون معاك المساحه، الاريا اللي انت لسه فارضها من شويه. همسك المساحه دي، دي القايمه بتاعت المساحه اللي انت شايفها اسمها اريا بالسنتيمتر المربع، ماليش دعوه بالوزن خالص، ده الوزن ودي المساحه، انا ركز على مين؟ على المساحه. ولنفترض المساحه طلعت معاك 2.5، هبدا اشوف اول يعني اشوف من القيم الاولانيه بس اللي هي في المساحه الاولانيه اللي هي عند السمك الاولاني بس، اشوف قيمه مساحه ب2.5. هل في حاجه قدام هنا ب2.5؟ لا مفيش، يبقى خلاص اخد الاكبر من 2.5 على طول اللي هو مين؟ اللي هو 3.
يبقى ساعتها اقول والله القطاع ده 40 في 40 في 4. طيب لو كان عندي مثلا القطاع مساحته 4.5، ابدا ادور في المساحات اللي موجوده عندي، اشوف قطاع مساحته 4.5، لقيت 4.3 تنفع؟ لا دي اقل من 4.5، لا انا عايز حاجه اكبر من ال 4.5 اللي هي كام؟ 4.8. يبقى اذا انا عندي القطاع بتاعي هيكون 50 في 50 في 5. يبقى عرفنا اول خطوه ان احنا بنفرض المساحه، وبعد كده بعد ما نفرض المساحه ندخل الجدول نطلع القطاع، وبعد كده عايزين بقى نشوف القطاع ده هل ينفع ولا ما ينفعش، يعني القطاع ده هيكون سيف ولا مش سيف. عشان نعرف ان القطاع ده سيف او مش سيف بنعمل حاجه اسمها التشيك، يعني عايزين نشيك على القطاع. يبقى تاني خطوه معانا، اول خطوه فرضنا القطاع وجبنا القطاع من الجدول، تاني خطوة معانا عايزين نعمل التشيك. التشيك ده عبارة عن 3 خطوات، يعني عايز اعمل تلاتة تشيك عشان اتأكد القطاع ده سيف هينفع معايا ولا مش هينفع. مبدئيا اول تشيك هو الستريسز، عايز اشوف والله الاجهادات الموجودة على القطاع هتستحمل ولا لا، يعني الاكشوال ستريسز اللي هي الاجهادات الحقيقية اللي هي اللي جاية من الاحمال الحقيقية اكبر من الالاوبل ولا مش اكبر منه. طبعا احنا عارفين ان الالاوبل ده الاجهاد المسموح بيه في القطاع، اللي هو الاجهاد اللي ما ينفعش القطاع يزيد عليه، فانا هحسب الاكشوال واقارنه بالالاوبل، المفروض ان الاكشوال يبقى اقل من الالاوبل عشان يبقى سيف. فهاجي احسب الاف تي، ده مين؟ عرفناه بيساوي ده الاجهاد الحقيقي الموجود على القطاع بيساوي مين؟ بيساوي الفورس اللي هي القوة اللي عندي على حاجة اسمها اريا نت، وابدأ اشوف الرقم ده، اقارن الرقم ده بمين؟ اقارنه بالاف تي الالاوبل. بعدها عندنا اف تي سمول، انت شايفها دي اسمها ايه؟ اكشوال ستريس اللي هي الاجهادات الحقيقية اللي موجودة عندي، وعندي اف تي كابيتال اللي هي الاوبل ستريس اللي هي بنحددها حسب نوع مين؟ حسب نوع القطاع، اللي هي بتساوي 58% في الاف فيلد. طبعا ستيل 37 في الرقم ده كام؟ 1.4 طن السنتيمتر سكوير. يبقى انا دلوقتي هحسب الاكشوال، الاكشوال بيساوي ايه؟ فورس على اريا. الفورس هتبقى جيفن، المره دي الاريا اسمها اريا نت. يعني ايه اريا نت؟ احنا كنا بنستخدم قبل كده اريا جروس اللي هي الاريا بتاعت القطاع. طب يعني ايه اريا نت؟ مش احنا لو جينا نستخدم انجل عندنا نوعين من الكونكشن، كونكشن اسمها ويلدد وكونكشن اسمها بولتد، هل القطاع بتاع الويلدد زي القطاع بتاع البولتد؟ لا. هتقولي والله ده القطاع بتاع الويلد المساحه كلها موجوده معايا، لكن في حاله البولتد ايه اللي حصل؟ مكان المسمار عمل زي فراغ مكان المسمار، فالفراغ ده بيقلل المساحه، بالتالي انا مش عايز استخدم المساحه كلها، لا انا عايز الاريا نت، الاريا الصافيه، المساحه الصافيه، المساحه اللي شغاله معايا، ماليش دعوه بالفراغات. فاكني بجيب المساحه بتاع الانجل اللي هم دول الدبل انجل، واطرح منهم مين؟ الفراغ بتاع مساحه الفراغ بتاع المسمار. طيب يبقى ركز معايا كده، في حاله الولدد هل انا محتاج اطرح حاجه؟ لا. يبقى الاريا نت في حاله الولدد بتساوي 2 في الاريا جروس. ليه ضرب في 2؟ لان انت الاريا جروس دي مساحه الانجل الواحده، يعني مساحه الانجل الواحده. طب انا ضربتها في 2 ليه؟ عشان انا عندي دبل انجل فبضربها في 2. تمام، ده في حاله مين؟ الولدد. اما في حاله البولتد اللي هو اللي هي المسامير، المساحه قلت شويه، قلت بقد ايه؟ بقطر المسمار، قلت بمساحه المسمار. فالاريا نت دي هتساوي 2 بره، لان هم 2 في افتح قوس اريا جروس مساحه الانجل الواحده ناقص فاي زائد 2 من 10. الفاي ده اللي هو قطر المسمار، يعني المسمار ده قطره كام؟ هيديهولك في الامتحان جيفن. زائد 2 من 10، ايه ال 2 من 10 ده؟ 2 من 10 سنتي اللي هو الخلوص. دايما انا لما باجي اعمل اي فراغ في انجل او في اي مكان لازم اعمل خلوص للمسمار، خلوص يعني مش هعمل على قطر المسمار بالظبط، لا هزود حته معايا عشان المسمار يقدر يدخل بسهوله معايا. فالخلوص ده بتبقى قيمته كام؟ 2 من 10 سنتي. يبقى هجمع القطر بتاع المسمار زائد 2 من 10 سنتي خلوص، اضربهم في مين؟ في تي. التي اللي هي السكنس. طب ليه؟ عشان اجيب مساحه الفراغ، مساحه الفراغ بتساوي قطر المسمار زائد 2 من 10 في مين؟ التي بتاعه الانجل اللي هو السكنس بتاعي، اللي هو السكنس الصغير ده. انا عملت الفراغ في الانجل فانا محتاج اطرح مين؟ مساحه قطر المسمار زائد 2 من 10 في مين؟ في التي الانجل اللي هو السكنس بتاع الانجل. اطرح الكلام ده كله من مين؟ من مساحه الانجل كلها اللي هي الاريا جروس، واضربهم في 2 لان هي انجل يمين وانجل شمال. يبقى لازم تاخد بالك وانت بتحسب مين الاريا نت وتشوف هل هي بولتد
ولا ويلدد. لو ويلدد خلاص انت ما بتعملش حاجه، بتجيب المساحه من الجلوه وتضربها في اتنين. اما لو بولتد لازم تطرح مساحه الفراغ من مساحه الانجل وبعد كده تضربها في اتنين. الكلام ده بينطبق في حالتين، حاله الدبل انجل وحاله الستار شيب. طيب لو عندي في المساله سنجل انجل لازم ابدا اعمل تخفيض، يعني في حاله المساله بتاعتي لو كانت سنجل انجل الاريا نت دي هنحسبها ازاي؟ قال لك والله انت برضو على حسب نوع الكونكشن. نوع الكونكشن دي حاجه مهمه، يعني بتفرق معاك في المساله جامد، يبقى لازم تقرا السؤال كويس وتشوف الكونكشن بتاعتك هل هي بولتد ولا ويلدد. طيب يبقى الاريا نت دي، الاريا نت دي اللي هي منين؟ اللي هي في القانون بتاعنا اللي هي بتساوي الفورس على الاريا نت. في حاله السنجل انجل ليها قانون هيجي لك جيفن في الامتحان، اريا نت بيساوي اي 1 زائد 2 في ريدكشن فاكتور، معامل تخفيض. طيب مين الاي 1 ومين الاي 2 وايه معامل التخفيض؟ هاجي ابص معايا على المساله، لو هي ويلدد كونكشن يعني لو انا عندي المساله بتاعتي مين لحام، قال لك والله ان الاي 1 اللي هي الاريا الاولانيه دي عباره عن مساحه المستطيل اللي هو الصغير ده المتصل مع الجاسيت بليت، يعني اشوف الجاسيت بليت المستطيل المتصل معاه ده هسميه، هحسب له مساحته وهسميها اي 1. طب الاي 1 عباره عن ايه؟ مساحه المستطيل طول في عرض، الطول بيساوي كام؟ بيساوي الاي، والعرض اللي هو مين؟ اللي هو السكنس بتاعي اللي هو تي للانجل، السكنس بتاع الانجل، يبقى اي 1 بتساوي اي في تي انجل. طيب وايه 2 اللي هو المستطيل ده؟ هل اخد المستطيل كله يبقى انا كده ضفت المساحه الصغيره دي مرتين؟ لا، هاخد المستطيل ناقص الحته الصغيره دي، فبالتالي هقول اي 2 اللي هي الاريا البعيده بتساوي A ناقص T اللي هو الطول كله ناقص T اللي هي السكنس ده في T، في T اللي هو السكنس بتاع الانجل، يبقى A ناقص T في السكنس بتاع مين؟ بتاع الانجل. يبقى انا كده طلعت اريا 1 واريا 2، ادخل القانون اقول والله الاريا نت بتساوي اريا 1 اعوض باريا 1 زائد اريا 2 اعوض باريا 2 زائد معامل التخفيض اللي هو عباره عن كام؟ 3 اي 1 على 3 اي 1 زائد 2، وغالبا الدكتور هيجيب لك التخفيض ده، معامل التخفيض ده في الامتحان. طيب ده في حاله مين؟ حاله الويلدد كونكشن. طيب لو هو بولتد كونكشن ايه اللي هيختلف؟ الاختلاف الوحيد ان حصل هنا فراغ، وبالتالي الاي 1 ما بقتش صافيه، لا لازم اطرح منها الفراغ. عشان اطرح منها الفراغ هقول والله الاي كلها ناقص الفاي اللي هو قطر المسمار زائد 2 من 10 اللي هو الخلوص، الاثنين مضروبين في مين؟ في السكنس. هحسب اي 1 واحسب اي 2 وابدا اعوض في القانون، يبقى كده قدرت احسب الاريا نت. يبقى التشيك اوف ستريسز بيساوي الاف اللي هو الستريسز الاكشوال ستريس بيساوي الفورس على الاريا نت. عرفنا ازاي نحسب الاريا نت حسب نوع القطاع. هيطلع من هنا رقم بالطن على السنتيمتر المربع، ابدا اقارنه بمين؟ اقارنه بالاف تي. مين الاف تي ده؟ الاف اللو اللي هو 1.4 طن على السنتيمتر سكوير. وما تنساش والله لو الدكتور قال لك ان القوه دي كيس ايه جايه من كيس ايه، هعوض ب 1.4 على طول، هقارنها ب 1.4 على طول. لو جايه من كيس بي لازم اضرب ال 1.4 في كام؟ في 1.2، يبقى لازم الاجهاد الالاوبل اللي هو المسموح به يبقى اكبر من مين؟ من الاجهاد الاكشوال اللي هو الاجهاد الحقيقي. طيب الكلام ده ممكن عشان انا بعرض حالات كتير الناس تتلخبط شويه، لكن وانا بحل مساله هتلاقي الموضوع بسيط جدا، لكن انا بحاول اجمع لك كل الافكار مره واحده وانا بشرح علشان انت هتقابل مره سنجل انجل، مره دبل انجل، مره ستار شيب. فانت تحفظ القوانين وتبقى تعرف تعمل القطاع، هل هو قطاع دبل ولا سنجل، هل هو الوصله دي ويلدد ولا بولتد، تبقى عارف انهي قانون تستخدمه، وبعد كده في التعويض او في شغل المسائل هتلاقي الموضوع سهل جدا معاك. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل تشيك على ستريسز، احنا قلنا عندنا ثلاث انواع من انواع التشيك، تشيك ستريسز، تاني حاجه هتبقى سلندرنس اللي هي نسبه النحافه، دي بتعتمد على الباكلينج. المفروض ان انت بتسمع محاضره الباكلينج وتبدا تفهم يعني ايه باكلينج. مبدئيا عشان احسب نسبه النحافه في حاله الدبل انجل هحسب حاجه اسمها لندا ان ولندا اوت، دي بتعبر عن نسبه النحافه ان بلان اللي هو في نفس مستوى القطاع، ودي نسبه النحافه لندا اوت، اوت اوف بلان اللي هو خارج المستوى الممبر. يبقى لازم الاول تسمع محاضره الدكتور في الباكلينج عشان تبدا تكمل الدرس.
لندا ان بيساوي ال باكلينج ان على ار اكس للدبل انجل. يبقى اللندا ان اللي هي نسبه النحافه ان بلان بيساوي طول الباكلينج ان بلان على الار اكس. طول الباكلينج ان بلان هقول لك تحسبه ازاي على طول بعد السلايد ده. بنقسمه على مين؟ على ار اكس. الار اكس دي بجيبها من جدول، احنا عرفنا ان في الجدول بتاعنا اللي هو بالشكل ده، جدول الستيل. هتلاقي جدول الستيل فيه حاجه اسمها اكس واي، وفي يو يو، في في في. فانا وانا بحسب الباكلينج او السلندرنس الاقي حاجه اسمها ار اكس، والاقي حاجه اسمها عندي ار يو وعندي ار في. يبقى احنا دلوقتي واحنا بنحسب الباكلينج في اتجاه اكس اللي هو لندا ان، هجيب ار مين؟ ار اكس. هفتح الجدول واطلع قيمه الار اكس حسب القطاع اللي موجود معايا. لما اقسم ال باكلينج، ال باكلينج على الار اللي انا جبتها من الجدول، لازم يطلع بكام؟ لازم تطلع ب اقل من 300. يبقى لازم تطلع بكام؟ اقل من 300. طيب اللاندا اوت، اللاندا اوت اللي هو الباكلينج اوت اوف بلان بيساوي ال باكلينج اوت، وبرده هعرفك ازاي تحسبه، على ار واي. لازم يطلع اقل من كام؟ 300. طيب لو احنا جينا بصينا على الجدول هنلاقي الجدول ما فيهوش غير ار اكس بس. طيب انا دلوقتي عايز احسب مين؟ الار واي. قال لك والله في قانون، قانون هتحفظه عشان تجيب منه الار واي. هقول والله الار واي بيساوي جذر ار واي سكوير زائد اي، الاي دي برضو من الجدول، زائد تي جاست بليت اللي هو سمك الجاست بليت على 2، الاثنين دول كل تربيع. طيب التي جاست بليت ده بعود عليها بواحد سنتي، والاي دي بجيبها من الجدول. الار واي اجيبها ازاي؟ في الجدول بتاعنا ده الار الار واي بيساوي الار اكس اللي هو في الجدول ده هنا في حاله السنجل انجل. الار واي للسنجل انجل بيساوي الار اكس للسنجل انجل، وبالتالي وانت بتقعد في القانون هتاخد القيمه دي برضو. طيب الاي اجيبها منين؟ هتلاقي موجوده عندك في الديستنت حاجه اسمها الاي اللي هي المسافه بين السنتر لاين وبين نهايه القطاع. بس بجيبها منين؟ من الجدول برضو. كل الكلام ده على حسب القطاع. يعني ولنفترض انا عندي قطاع 50 في 50 في 5، هدخل القطاع ده هطلع منه الاي، هتلاقي الاي بكام؟ بواحد واربعة. وطلع منه مين؟ الار اكس اللي هي تطلع بكام؟ واحد واحد دوت خمسة واحد. وعوض بيها في القوانين بتاعتي وابدأ احسب الباكلينج في الان والباكلينج اوت. ده في حالة مين؟ في حالة الدبل انجل. طيب في حالة الستار شيب، حالة الستار شيب المحاور بتتغير، المحاور الضعيفة بتتغير. انت دايما بتحسب الباكلينج او السلندرنس ده عند المحور الضعيف للقطاع، عند المحور الضعيف بتاع القطاع. فهحسب مين؟ لاندا اوت هيساوي ال باكلينج اوت على ار يو. يبقى انا في الدبل انجل بحسب ار اكس وار واي. طب انا في الستار شيب بحسب مين؟ ار يو. هرجع برضو للجداول بتاعتنا هلاقي حاجه اسمها ار يو. يبقى وانا شغال ستار شيب هروح مثلا عندي قطاع مثلا 50 في 50 في 5، هروح جاي هنا على مين؟ على ار يو، هيطلع بكام؟ 1.9. طيب كل ده عشان احسب مين؟ السلندر. في حالة مين؟ حالة الستار شيب. طب في حالة السنجل انجل هحسب مين؟ هقول والله اللاندا اوت بيساوي ال باكلينج اوت على ار في، برضه من الجدول، ولازم القيمة دي ما تزيدش عن 300. ما تزيدش عن كام؟ عن 300. طب الار في تجيبها ازاي؟ برضه هنرجع للجدول تاني هلاقي خانة اسمها مين؟ ار في. في حالة مثلا 50 في 50 في 5 هلاقيها بكام؟ 98%. يبقى احنا دلوقتي في حاجة اسمها السلندرنس. السلندرنس دي هي نسبة النحافة، نسبة النحافة بتعتمد على طول الباكلينج على ار اكس. احنا عرفنا ازاي نحسب الار اكس والار يو والار في. طب مين بقى ال باكلينج ان والال باكلينج اوت؟ احسبهم ازاي؟ قال لك والله في حاجة اسمها باكلينج لينس اللي هو طول الباكلينج. باكلينج يعني الانبعاج، يعني الضلع ده عشان ما يتحركش في الاتجاه التاني لازم ابدا اربطه بممبر او بريسنج عشان امنع مين؟ امنع حدوث الباكلينج. طيب في حاله الابر كورت ده الملخص، الملخص بتاع يعني انت دلوقتي عايز تعوض بالارقام وتحسبها، ده الملخص بتاع الباكلينج في حاله الابر واللور. يعني لو انا بصمم ضلع ابر كورد او لور كورد زي الضلع ده، الضلع ده مين؟ ابر كورد. في حاله الابر كورد اللي باكلينج ان، اللي باكلينج ان بيساوي طول الممبر نفسه. اللي باكلينج ان بيساوي مين؟ بيساوي طول الممبر. طب واللي باكلينج اوت بيساوي طول الممبر برضه. يبقى انت وانت بشغال ابر كورد في اي تراس شغال فيه ابر كورد، اللي باكلينج ان بيساوي اللي باكلينج اوت بيساوي طول الممبر.
يبقى تشوف المسألة طول الممبر بتاعك كام وتعوض عليه على طول عادي من غير أي حسابات. طيب في حالة اللور كورد، في حالة اللور كورد ال باكلينج ان بيساوي ال ال، يعني ال باكلينج ان اللي هو ان بلان بيساوي طول الممبر، بس ال باكلينج اوت بيساوي المسافة distance between long bracing. يبقى هتشوف البريسنج اللي انت عامله في المسألة عامله من فين لفين، واشوف الممبر ده واحسب المسافه بين البريسنج والبريسنج. يعني مثلا هنا في المساله بتاعتنا انا عايز اصمم الممبر ده، هشوف والله اول حاجه هي مربوطه في فين هنا، وتاني حاجه اللي هو هنا، يبقى انا محتاج المسافه دي كلها. المسافه دي كلها عباره عن كام؟ 1 ال و2 ال 3 ال، يبقى انا عندي 3 ال. يبقى دلوقتي في حاله اللور كورد، حاله اللور كورد بجيب وانا بحسب اللي باكلينج اوت بجيب مين؟ ديستانت بتوين لونج بريسنج، يعني المسافه بين اللونج بريسنج ده في حاله مين؟ اللور كورد. اما في الابر الان زي الاوت. في اما بالنسبه لللور الباكلينج ان بيساوي طول الممبر، والباكلينج اوت بيساوي المسافه بين اللونج بريسنج. يعني مش دايما هتلاقيه ب 3 ال، ممكن تلاقيه ب 2 ال، انت اللي بتبقى حاطط البريسنج بتاعك. وغالبا في المساله الدكتور هيجيبها لك مرسومه وحاطط لك اماكن اللونج بريسنج، انت بس تشوف الممبر ده المسافه اول لونج بريسنج فين واخر لونج بريسنج فين، ويبقى هي دي المسافه اللي احنا عايزينها اللي هي المسافه بتوين اللونج بريسنج. طيب بالنسبه للفيرتيكال والدياجونالز، لو انت بتصمم ضلع فيرتيكال او ضلع دياجونالز، موضوع سهل خالص. اللي باكلينج ان بيساوي ال، اللي باكلينج اوت بيساوي ال. يبقى اي لونج اي دياجونالز مايل بالشكل ده او اي فيرتيكال بالشكل ده، وانت بتحسب اللي باكلينج ان بيساوي ال، اللي باكلينج اوت بيساوي ال، مش هيتغير حاجه. يبقى انت دلوقتي وانت بتحسب السلندر عرفنا يعني ايه اللي باكلينج ان، عرفنا يعني ايه اللي باكلينج اوت، عرفنا ازاي بنحسب ار اكس وار واي وار يو وار في. لازم القيمه دي ما تزيدش عن كام؟ 300. لازم القيمه دي ما تزيدش عن كام؟ 300. يبقى احنا عملنا اول تشيك ستريسز لازم يطلع سيف، تاني تشيك السلندر برده لازم يطلع سيف، يعني لازم الخطوه تطلع سيف. طب لو انا بصمم مثلا وبعمل تشيك وطلع اي قطاع نوت سيف، لازم تكبر القطاع. يعني مثلا لو عندي قطاع مثلا 50 في 50 في 5 وطلع نوت سيف سواء في السلندر او سواء في الستريسز، لازم تعمل ايه؟ لازم ترجع وتستخدم قطاع تاني. مثلا اقول هستخدم قطاع 60 في 60 في 6، ترجع وتعيد حساباتك تاني على الاقل مره كمان او مرتين على حسب الوقت. يعني يفضل مره وهيبقى هو هتلاقيه هيتظبط معاك على طول. طيب ده احنا كده تاني تشيك اللي هو السلندرنس. اخر تشيك واسهل تشيك اللي هو تشيك اوف ديفليكشن. تشيك اوف ديفليكشن قالك والله ان طول الممبر على الدبس بتاع الممبر، الدبس اللي هو العمق بتاع القطاع، ما ينفعش يزيد عن كام؟ ما ينفعش يزيد عن 60. طب الدي ده بحسبه ازاي اللي هو الدبس ده؟ قالك والله لو دبل انجل، لو دبل انجل او سنجل انجل الدبس ده بيساوي ايه اللي هي قيمه الايه. لو ستار شيب هيبقى الدبس ده اللي هو العمق بتاع القطاع اللي هو من فوق كده خالص لحد تحت خالص. طبعا الارتفاع ده كام؟ ايه. اما في حاله الستار شيب بجيبه من فوق هنا لحد تحت هنا بيساوي 2 ايه زائد 1. يبقى انت لو انت بتصمم ستار شيب هي الحاجه الوحيده اللي هتختلف، هقول بيساوي 2 ايه زائد 1 سنتي اللي هو المسافه بين الاثنين انجل، وهقسم مين؟ هقسم الطول بتاع الانجل هيبقى معاك جيفن او انت حاسبه، واقسمه على الدبس انت حسبته من المعادله دي. المفروض ما يزيدش عن 60، يبقى كده لازم يطلع ايه؟ لو اقل من 60 يبقى سيف، لو اكبر يبقى نوت سيف، وتبدا تعيد الحسابات تاني. في حاجه اسمها مينيمم انجل يوزد. يعني ايه هي المينيمم؟ يعني انا دلوقتي لو عندي ضلع زي مثلا الزيرو ممبر ده معلوش اصلا قوه، فلازم استخدم له مينيمم. ما ينفعش الممبر ده او الانجل دي تقل عن الرقم ده. قال لك والله المينيمم في حاله الويلدد، يعني لو انا الوصله بتاعتي الحام، المينيمم بيكون كام؟ 45 في 45 في 5. يبقى وانت بتصمم وجيت فرضت القطاع فطلع القطاع عندك مثلا 40 في 40 في 4، ما ينفعش. اقل قطاع تستخدمه كام؟ 45 في 45 في 5. ده في حاله الويلدد. وفي حاله البولتد ان الايه؟ المساحه الطول بتاع الزاويه لازم يبقى عباره عن 3 فاي 3 قطر المسمار في 1.1. يعني شوف قطر المسمار كام واضربه في 3، اضربه في 1.1، يبقى انت معاك الايه بتاعتك. يبقى لازم نستخدم مينيمم انجل. المينيمم دي عشان تشيك على نفسك وانت بتشتغل، لو طلعت قطاع اقل من 45 في 45 في 5 تعرف ان انت لا ده غلط، ده لازم القطاع ما يقلش عن 45 في 45 في 5. تعالوا نشوف مساله. قال لك مثلا عندي تراس بالشكل ده، بيكون مدي لك تراس باللونج بريسنج بكل حاجه،
والمطلوب ان انت تصمم القطاع بتاعك. هيدي لك، هو حدد لك المنبرات. انا مثلا عندي في المسألة دي منبر واحد، منبر اتنين، منبر تلاتة. انا هبدأ مثلا وليكن اصمم منبر واحد. هيدي لك نوع الكونكشن، وده مهم جدا. نوع الكونكشن ايه؟ ويلدت، اللي هي الحام. ومدي لك الفورس، الفورس اللي موجود عليها موجب 30 طن. موجب يعني ايه؟ يعني القوة دي عليها تنشن، يعني الممبر ده عليه تنشن. تاخد بالك لو سالب هتبقى كومبريشن، عشان في الفاينل بتبقى خدت تنشن وخدت كومبريشن. لازم تحدد هل بقى الممبر ده تنشن ولا كومبريشن. بتحدده منين؟ بحدده من الاشارة بتاعتي. طيب الحاجة التانية المهمة ان هو كيس بي، يعني القوة دي جاية من كيس بي. وعرفنا ازاي نفرق بين كيس ايه وكيس بي. طيب تعالوا نحل المسألة. مبدئيا اول حاجة نوع الممبر لور كورد، فبالتالي انت هتستخدم قطاع نوع ايه؟ دبل انجل. احنا عرفنا ان الابر كورد او اللور كورد قلنا لازم نستخدم مين؟ دبل انجل. طيب ونوع الوصله ايه؟ ويلد كونكشن. هو مدي لك الطول، هو قال لك ان الطول ده كام؟ 3 متر، يعني كام سنتي؟ 300 سنتي. ومدي لك الفورس. طب انا عايز احسب ال باكلنج ان. ال باكلنج ان اللي هو ان طول الباكلنج فين؟ عشان اظبط المساله بتاعتي. طول الباكلنج ان بلان ده لور كورد، اللي باكلنج ان بيساوي طول الممبر نفسه، فهتلاقيه كام؟ هتلاقيه 300 سنتي. طب ايه اللي باكلنج اوت في اللور كورد؟ قال لك في اللور كورد المسافه بين اللونج بريسنج واللونج بريسنج يبقى 3 زائد 3، يبقى هيكون عندي كام؟ 600. يبقى احنا دلوقتي في اللي باكلنج ان طلع بكام؟ 300 سنتي، اللي هو المسافه بين الجوينتات عادي. اللي باكلنج اوت قال لك ان هي الديستنت بتوين اللونج بريسنج، المسافه بين اللونج بريسنج. لو جينا نبص على المساله بتاعتنا او ارسم لك لونج بريسنج هنا ولونج بريسنج هنا، فدي عباره عن كام متر؟ 3 متر هنا زائد 3 متر هنا، يبقى هي 6 متر، اللي هو كام سنتي؟ 600 سنتي. ليه طلعتهم دلوقتي؟ عشان اجهز مسالتي، عشان انا ما احسبهمش كذا مره، يكون جاهزين معايا. طيب اول خطوه في المساله اختيار القطاع، تشويس اوف سيكشن، عايز اختار القطاع. هختار القطاع منين؟ هقول والله ان دلوقتي الاريا جروس للدبل انجل بيساوي الفورس اللي هي القوه اللي عندي مديها لك موجب 30 على الاف تي، بس مضروب في كام؟ 1.2. ليه هو مضروب في 1.2؟ علشان خاطر هو قال لك ان هي كيس بي. طيب هقسم 30 على 1.2 في 1.4. عرفنا ان ال1.4 دي جايه منين؟ ال1.4 دي جايه من 58% في الفيلد، بما اني بستخدم حديد 37 فالاف فيلد بكام؟ 2.4. طلعت المساحه كام؟ 17.86 سنتيمتر سكوير. حد اعمل ايه؟ هل ينفع ادخل بيها الجدول كده على طول؟ لا، لازم عايز اطلع مساحه الانجل الواحده، فبعمل ايه؟ بقسم المساحه دي اللي عندي على 2، بقسمها على 2 في حاله الدبل انجل او الستار شيب. هقول والله 17.86 على 2 طلع لك 8.93. وبعدين ابدا ادخل الجدول، هدخل الجدول بمساحه قيمتها كام؟ 8.93. بعد ما ادخل الجدول بمساحه 8.93 اعمل ايه؟ هشوف الاول زاويه اكبر من الرقم ده، مساحتها اكبر من الرقم ده. فلما تدخل الجدول هتلاقي ان الزاويه دي كام؟ 70 في 70 في 7. يعني انا هستخدم تو انجل، الانجل الواحده فيهم 70 في 70 في 7. كده انا اخترت القطاع، عايز اشوف بقى القطاع ده سيف ولا نوت سيف. هعمل ايه؟ هبدا اخش على التشيك. اول تشيك طبعا انت بتكون محدد الحاجات، الخصائص بتاع القطاع، ان الاريا بتاعتها بكام؟ 9.4 سنتيمتر سكوير، بتجيبها من الجدول. والاي بكام؟ والار اكس بكام؟ والار واي بكام؟ والار في بكام؟ عشان تبدا تحسب ايه المساله بتاعتك. فمبدئيا كده هعمل التشيك بتاع الاستريسز. قلنا في حاله في التشيك بتاع الاستريسز لازم الاكشوال ستريس يكون اقل من الاولبل ستريس. فهحسب هنا الاكشوال بيساوي الفورس على اريا نت. طبعا بما ان الوصله ولدت فخلاص انا هحط المساحه زي ما هي، فهقول والله 30 على 2 في 9.4 اللي انا جبتها من الجدول. طلع كام؟ 1.559 طن على السنتيمتر سكوير. اقارنه بمين؟ اقارنه بالاف تي بس مضروب في 1.2، يبقى 1.4 في 1.2 اللي هو كام الرقم اللي هقارنه بيه؟ 1.68. اذا الاكشوال 1.59 والالاوبل 1.68، يبقى اذا المساله بتاعتي سيف. تاني حاجه او تاني تشيك اللي هو السلندرنس، هبدا والله اخش الجدول اجيب الار اكس من الجدول اللي هي كام؟ 2 و12،
وافرض ان الجاست بليد بواحد سنتي، هحسب الار واي، هقول والله الار واي ده بيساوي ار واي سكوير زائد الاي زائد التي جاست بليد على 2 الكل تربيع. عرفنا الاي بنجيبها من الجدول ازاي، هقول بتساوي تحت الجذر 2 و12 تربيع زائد 1.97 زائد 1 على 2 تربيع، يطلع لك كام؟ 3 وربع سنتي، يبقى ده الار واي. هحسب بقى لندا ان ولندا اوت. لندا ان بيساوي ال باكلنج ان، انا حاسبه في الاول، على ار اكس اللي هجيبها من الجدول، يبقى 300 على كام؟ على 2.12، طلع 141.5، اقل من 300 يبقى انت سيف. لندا اوت بيساوي ال باكلنج اوت على ار واي بيساوي 600 على 3 وربع، طلع بكام؟ 184، اقل من 300 يبقى انت سيف. تالت تشيك واخر تشيك اللي هو لينس تو ديبس اللي هو بتاع الديفليكشن، بيساوي اللينس اللي هو الطول على الديبس اللي هو ايه؟ احنا بنستخدم الزاويه 70 في 70 في 7، فالديبس بكام؟ ب 7، ما تعوضش ب 70 عشان ال 70 دي بالملي، لازم تعوض بكام؟ ب 7 سم. يبقى 300 على 7 طلع لك 42.9، اقل من 60 يبقى سيف. يبقى اذا استخدم قطاع كام؟ يوز تو انجل 70 في 70 في 7. بالتوفيق ان شاء الله. لو حد عنده اسئله ان شاء الله هنعمل سيكشن اونلاين عشان لو في حاجه مش واضحه نقدر نناقشها مع بعض.